الحديث الذي بدأنا به أنواع الغذاء. طبعا ترتكز حياة الإنسان من الناحية البيولوجية على دعامتين متلازمتين، أولهما مادية ومحورها جسد الإنسان ككيان مادي بناء وصيانة واستبدالا وتشغيلا وأداتها الأغذية، وثانيهما غير مادية وتشتمل على الجوانب الروحية والفكرية والنفسية. ولا شك أن الاعتدال والتوازن بينهما على قدر من الأهمية لضمان هذا الكيان صحيحا نشيطا ومعافا من الأمراض. ويعرف الغذاء لغة بأنه كل ما يتغذى به من طعام أو شراب، وفنيا ووفقا لمنظمتي الأغذية والزراعة الدولية والصحة العالمية، أي مادة مصنعة أو نصف مصنعة أو خاما إذا كانت معدة للاستهلاك البشري، واستثنى التبغ والعلكة والمخدرات ومواد التجميل من هذا التعريف. صراحة تقسم الأغذية إلى عدد من المركبات الكيميائية العضوية في غالبيتها، وتصنف منهجيا واعتمادا على خصائصهما المشتركة إلى مجموعات التالية: بروتينات، كربوهيدرات، دهون، معادن، فيتامينات، مضافا إليها الماء. وفيما يلي تعريف موجز بهذه المجموعة مع هذا الجدول أو الشكل المكون. كما نلاحظ هنا مكونات الرئيسية الأربعة لجسم الإنسان على هيئة بروتينات وماء ودهون ومعادن، فيما يقرب من 30 تريليون من الخلايا. كما أيضا نلاحظ أنه باء، كما هنا باء، مكونات نفسها معبر عنها بالعناصر الكيميائية، حيث نلاحظ أن 6 منها فقط تشكل نحو 98.5 بالمئة من وزن الجسم. جيم أيضا هنا صورة كميات 11 عنصرا يتراوح تركيزها في الجسم من 1000 جزء من المليون إلى 1 جرام. لابد أيضا من التنويه لأن العناصر الكيميائية المعروفة في الطبيعة ولم يرد ذكرها متوفرة في أجسامنا، ولكن بكميات ضئيلة جدا، ولكنها تكفي لأن تلعب دورا هاما في أنشطة الجسم الحيوية المختلفة. نلاحظ هنا أهمها الحديد مثلا والزنك. نلاحظ أيضا والحديث عن البروتينات كونها تحتل يعني الجهة الأكبر أو النسبة الأكبر. البروتينات مركبات عضوية غاية في التعقيد، تتكون من الكربون والهيدروجين والأكسجين والنيتروجين وعناصر أخرى كالكبريت والفسفور. تنشأ هذه المركبات من اتحاد الأحماض الأمينية أمينو أسيدز البالغ عددها 25 حامضا، بعضها ذو أصل حيواني كبروتينات اللحوم والبيض والألبان، وهذه سهلة الهضم وذات قيمة غذائية عالية، وبعضها الآخر ذو أصل نباتي كتلك المشتقة من البقوليات والحبوب والمكسرات والمعروفة بقيمتها المتدنية صعوبة ويعني لصعوبة هضمها. نلاحظ هنا القيمة الغذائية لبروتينات الأطعمة المختلفة، كما يحدد أيضا يحددها محتوى يعني من أصول نباتية وأيضا حيوانية، أيضا يحددها محتواها من الأحماض الأمينية. كما نلاحظ مثلا البطاطا 28 يعني القيمة البروتينية لهذه الأغذية. أيضا لو نلاحظ قيمتها من يعني نلاحظ أنه البيض أكثر شيء من البروتينات، البيض عبارة عن 100% من البروتينات، أكثرها قيمة من كل ما يلي من حليب الأبقار واللحوم والدجاج والأسماك. إذن البيض أغناها وأفضلها. إذن هذا يدل أنه هذه الأحماض البيض، محتوى البيض من هذه الأحماض يعتبر مثالية للغذاء البشري، فرصدت له القيمة 100 وأعطيت قيم رقمية للأغذية الأخرى على هذا الأساس. كما نرى البروكلي 28 مثل البطاطا والذرة أكثر 35 والأرز المقشور 39 والقمح 42. ولابد أيضا من الإشارة أن هذه القيم تعكس نوعية الأحماض الأمينية وفي هذه الأغذية وليس محتواها المطلق منها. طبعا في الوقت الذي يقوم النبات فيه بتصنيع أحماض أمينية يعجز الإنسان عن تصنيع 8 منها، ولابد له من الحصول عليها من خلال، إحنا ذكرنا أن هناك 25 نوع من الأحماض الأمينية، يعني اتحاد
اتحاد الأحماض الأمينية للبروتينات، يعني فيها تقوم تنشأ البروتينات من اتحاد 25 نوع من الأحماض الأمينية مهمة جدا في جسم الإنسان من عمليات البناء والهدم. في الوقت الذي يقوم البناء فيه بتصنيع الأحماض الأمينية يجز الإنسان، طبعا يقوم النباتات بتصنيع هذه الأحماض الأمينية كون الإنسان مستهلك أول، ولابد يعني يعجز الإنسان عن تصنيع 8 منها، ولابد له من الحصول عليه من خلال الغذاء. طبعا كما تحتوي كل خلية في أجسامنا على حوالي 5000 بروتين، وتساهم البروتينات بنوعيها الحيواني والنباتي في بناء أجسامنا بما يقارب أو يقارب 17% من عمليات البناء على شكل خلايا وأنسجة. ليس هذا فحسب، بل أن الأنزيمات إنزيمز المحفزة على التفاعلات الحيوية الكيماوية والهرمونات أيضا هرمونز مثل الأنسولين والمواد الملونة والناقلة بين الخلايا ومعظم أجهزة المناعة في الجسم مكونة من البروتينات. لذا تمثل البروتينات للبنات كما يعني كما البنات الأساسية للبناء والنمو ووسائل هامة العمليات الحيوية في أجسامنا، التنفس مثلا، كل العمليات الحيوية في أجسامنا على حد سواء. يقوم الجسم أيضا بإحراق البروتينات لتغطية ما بين 10-20% من حاجتي من الطاقة عندما يتعذر الحصول عليها من مصادرها الأصلية كالكربوهيدرات والدهون. نلاحظ مثلا هنا مثال على مركبات عضوية تتراوح طبعا حاجتنا اليومية إلى البروتين ما بين 2.2 جرام إلى كيلو جرام الأطفال الرضع، ونحو 0.80 جرام لكل كيلو جرام من وزن جسم البالغين فوق سن 50. نلاحظ هنا مثال على حامض أميني كما ذكرناه سابقا، فينلالانين عبرنا عنه، وأيضا هنا جزيء جلوكوز. نلاحظ أيضا فيتامين د، كيفية التركيب HO H3C H3C. نلاحظ أيضا هذا الشكل يعني بناء CH3. نلاحظ أيضا هنا رابطة مشتركة، هنا أيضا رابطة مشتركة، أيضا جزيء جلوكوز. كما نلاحظ هذا البناء ل OH، أيضا هذه الروابط الكيميائية للتفاعلات في الحامض جزيء جلوكوز وهنا الحامض الأميني. نلاحظ أيضا الروابط NH3 positive يرتبط بالسي و H و CH مع أربعة روابط CH2 وأيضا CO- الكربوهيدرات.